من ضمن الحاجات اللي هتساعدنا جدا في حياتنا واللي هتكون فرقة جدا جدا في حياتنا، وانا عن نفسي فعلا بعمل كده، هي فكرة ان انا ما بق يعني نحاول بقدر امكان ان احنا ما نعديش يوم من الايام غير لما نتعلم فيه حاجة جديدة، غير لما يعني انا في الفترة الاخيرة مؤخرا بقيت بركز قوي قوي في فكرة الوقت، لان انا قبل كده يعني ضيعت وقت كبير قوي قوي في حياتي، وكنت للاسف الشديد بعد كده ادركت دوت وحاولت بقدر الامكان ان انا استغل الوقت بتاعي، لان زي ما قلت قبل كده الوقت بتاعنا ده هو ده الكنز بتاعنا اللي احنا اوقات كتير قوي بنضيعه بقى في سوشيال ميديا، فيس، مش عارف ايه، في حاجات كتير قوي، وبنيجي في الاخر نقول لنفسنا احنا بنضيع الوقت في ايه واليوم بيخلص في ايه، وبنلاقي ان يعني بنضيعه في يعني في تفاهات يعني. ففكرة ان احنا ما ينفعش ان احنا نضيع يوم من حياتنا من غير ما نتعلم فيه حاجة جديدة. يعني انا مؤخرا بقت حريصة جدا ان انا اتعلم، مثلا يعني احاول بقدر الامكان ان انا مثلا ايه يعني الواحد مثلا يتحاول يتعلم حاجة جديدة، يتعلم لغة جديدة، يتعلم مونتاج، يتعلم فويس اوفر، يتعلم اي حاجة يعني ممكن تفيده في حياته، او ممكن تكون نقلة في حياته، او ممكن تغير في حياته، لان الحاجات البسيطة دي هي ممكن ايه يوم مع يوم مع يوم اكيد هتفرق بشكل كبير في تطوير الذات. يعني انا قبل كده كنت بتكلم عن فكرة تطوير الذات، تطوير الذات اكيد ما بيجيش من يوم وليلة، التطوير الذاتي بيجي من يعني فكرة التراكم، فكرة ان العادات اللي احنا بنعملها، العادات اللي احنا يعني المفروض نعملها كل يوم دي، يوم مع يوم مع يوم هنلاقي نفسنا ان احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي قوي في حياتنا. فمهم قوي قوي ان احنا ما نضيعش وقتنا، نستغل وقتنا صح، ما نسيبش نفسنا للحاجات التافهة او الحاجات اللي هي بتسرق مننا وقتنا، ونرجع في الاخر نندم ان احنا ضيعنا عمرنا وضيعنا وقتنا في حاجات مش بتفيدنا. فمهم قوي 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 ان احنا نبقى عارفين ان احنا حاطين هدف في دماغنا، او حاطين فكرة على الأقل، يعني إن مش لازم يبقى يوم طول اليوم طبعا، يعني ممكن حتى إن شاء الله لو نص ساعة في اليوم، مثلا النهاردة مثلا هتعلم كذا، النهاردة هدرس جزء من كذا، عايز مثلا أدرس في مجال معين، أو عايز أتعلم حرفة معينة، عايز أتعلم هواية معينة، الحاجات دي كلها مع الوقت ومع الايام هنلاقي نفسنا ان احنا اتعلمنا حاجات كتير قوي، هنلاقي نفسنا ان احنا طورنا من نفسنا في حاجات كتير في حياتنا، والكلام ده فعلا حقيقي عن تجربة. فانا عشان كده يعني انا عن نفسي حسيت ان الموضوع ده فعلا بيفرق جدا جدا وبيفرق في حياة اي حد، فعشان كده انا حابة ان انا افيدكم بيه، لان في ناس كتير بتعتقد ان تطوير الذات او ان الشخص يطور نفسه ده بيجي في يوم وليلة. لا، مفيش حاجة بتيجي في يوم وليلة، هو فكرة تطوير الذات هو ان شخص بيبقى اخد قرار ان هو كل يوم، ما ينفعش ان هو يضيع يوم من عمره او يضيع وقت، او بمعنى اصح ما ينفعش ان هو يعني الوقت كده لازم نستغله، لأنه هو زي ما قلت قبل كده ده جزء كبير من أعمارنا، يعني احنا بنضيع وقت طويل قوي، بنرجع نلاقي عمرنا عدى وان احنا ما عملناش اي حاجة. فلا، مهم قوي قوي ان احنا نتوقف بقى كده مع نفسنا، وكل ما يعني ما يعني هندرك الحقيقة دي كده بدري اكتر، كل ما ده هيفيدنا في شخصيتنا وفي حياتنا اكتر. فانا عن نفسي كنت اتمنى ان انا ادرك الموضوع ده يعني بدري عن كده، بس مفيش مشكله، انا عندي دايما يعني مبدا، هي فكره ان الانسان طول ما هو عايش، طول ما هو لسه الفرصه قدامه ولسه حلو جدا او كويس جدا ان هو برضو يعني يسعى ان هو يطور من نفسه او يتعلم حاجه جديده، الانسان طول ما هو عايش ومهما كان قد يعني سنه قد ايه، او مهما كان صغير كبير، بس انا بتكلم عن فكره ان الانسان كل ما ابتدى ده بدري، لان احنا طبعا في فتره المراهقه وفي فتره اللي هي اللي بنبقى صغيرين فيها بنبقى مش مدركين اصلا قيمه الوقت، وبنبقى مش عارفين فكره ان يعني ايه ان انا استغل وقتي، ويعني ايه ان انا اطور نفسي، ويعني ايه تطوير الذات، ويعني ايه الكلام ده خالص. فكل ما هندرك ده بدري، كل ما هنلاقي نفسنا شخصيتنا مع الوقت هنلاقيها يعني في نضج وفي تطوير وفي تغيير كبير جدا في حياتنا بعدين. بس ده كان الفيديو، اتمنى اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وسبسكرايب للقناة، ونورتوني جدا وبحبكم جدا. باي باي.